سمح البنتاغون بنشر 15,000 عنصر من الحرس الوطني لتأمين حفل تنصيب الرئيس المنتخب بايدن ومنع تمرد قاتل آخر في مبنى كابيتول هيل. واجه البنتاغون موجة من الانتقادات لرده على أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي. تعطيل الحرس الوطني لإعادة السيطرة على المبنى الحكومي يعود لأسباب عدة على رأسها مستنقع من البيروقراطية. ببساطة، الحرس الوطني لن يذهب للعاصمة إلا بدعوة، ووفقاً لمصادر محلية لن تقدم شرطة الكابيتول هذه الدعوة إلا بعد اختراق مؤيدي ترامب مبنى كابيتول هيل. الخطة الأمنية الأصلية تنص على وجود عدد قليل من الحرس الوطني مع دور محدود. في البداية تم تعيين بضع مئات من الحراس الذين نشرتهم وزارة الدفاع في العاصمة قبل فرز أصوات الهيئة الانتخابية الأسبوع الماضي فقط لمراقبة حركة المرور. لم يكونوا مسلحين، لذلك عندما اقتحم مثير الشغب مبنى الكابيتول لم يكن من السهل سرعة تحول الحرس الوطني إلى قوة أكثر صلابة، خاصة أن تجهيز الحراس سيتطلب مجموعة جديدة من الموافقات من البنتاغون عند تغيير مهمتهم. في 20 يناير سيؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية لمنصبه بحضور ما يصل إلى 15,000 حارس بدلاً من 1,000 تم نشرهم في الأصل، والمسؤولون الأمنيون يفكرون في السماح لهم بحمل الأسلحة رغم القلق المتزايد بشأن وحشية الشرطة بعد مقتل جورج فلويد.